بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل هدف ممكن نوصل له بالأمل والعمل في الحياة. أصل ربنا أمرنا نبني ونعمر أرضنا ونحافظ عليها ونحميها من كل اتجاه، والمؤمن بجد اللي يقوم بدوره وواجبه ويسأل ربنا النجاح في كل أذان وصلاة. ربنا قال في كتابه كل أعماله، هو ده طريقنا، طريق العمل وحسن الظن بالله. قيمة العمل في حياتنا وإزاي ربنا أمرنا بالسعي والعمل تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. لما نسأل بعض الناس هو العمل بيمثل ايه في حياتك، فيقولك المادة هو مصدر الرزق بالنسبة لي وهو اللي بيعيشني حياة كريمة، ولكن العمل هو ليه معاني اعمق من كده بكتير جدا. نعم. قالين عليها ديننا الإسلامي. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خليني أبدأ مع معاليكي في نقطة أنه إزاي القرآن الكريم تناول موضوع العمل، وهجيب الآية العمدة، وإزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تناول العمل وأجيب الحديث العمدة، ثم أتحدث عن أثر من الآثار عن الصحابة، ثم نؤصل ونؤسس لمسألة العمل. ونقصد بالعمل هنا يعني الوظيفة، يعني أكل العيش. دي نقطة مهمة. القرآن الكريم بيقول إيه يا فندم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالقرآن بيقول لي إن أنت شغال وبتدور على لقمة عيشك وبتعمل حتى يوم الجمعة، وبتعمل وشغال وبتدور على لقمة عيشك حتى أذان الجمعة، بتبيع وتشتري وعرقان وتعبان في عملك. لما الجمعة تنادي والأذان يؤذن اترك العمل، هيا إلى الصلاة. رحت صليت، خلصت الصلاة تقعد وتنتظر؟ لا. فإذا قضيت الصلاة تفضل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. دايما كلمة ابتغاء الفضل في القرآن الكريم تعني العمل والبحث عن الرزق ودور على لقمة عيشي والتجارة. دي الآية اللي أنا بعتبرها من وجهة نظري تمثل منهج الدين الإسلامي. لأنه نودي للصلاة اتفضل، بترك عملي وأجي للصلاة، خلصت الصلاة ارجع لعملك. الحديث العمدة في هذه المسألة حديث خطير جدا وجميل قوي، كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي فيه اشتغل مهما كانت الظروف، ان لو في ايدينا زرعة والقيامة قامت نزرع. احسنتي. ده المعنى وحضرتك الحديث بقى. روى الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. اختيار حضرتك رائع فعلا. ده تخيلي حضرتك يعني إيه قامة القيامة؟ يعني السماء انفطرت والكواكب انتثرت والبحار فجرت والقبور بعثرت، كل ده شغل وأنا بعمل إيه؟ اشتغل. ده شوية حر بنقعد في البيوت، ده شوية برد مش عايزين نشتغل، ده أزمة. ده سيدنا بيقول لي اشتغل مهما كانت الظروف. مش كده وبس، إيش معنى الفسيلة؟ الفسيلة اللي هي النخلة الصغيرة جدا. أكتر زرعة في الزرع من وجهة نظري على حسب علمي تحتاج إلى فترة حضانة، بتاخد وقت طويل عشان إيه؟ علشان تطرح أو تكبر. الله ينور على سعادتك. لما القيامة بتقوم وأنا لسه محتاج 5 سنين عشان تثمر، يبقى ده مؤكد أنا مش هشوف إيه ثمرتها. كأنه بيقول لي اشتغل حتى ولو لم ترى ثمرة عملك. سيدنا عمر يقول إيه بقى؟ أكتر مكان بالبلد كده، خلينا أقولها للناس، أكتر مكان نفسي يجيني فيه ملك الموت يقبض روحي مكان أبحث فيه عن طعام أهلي. طب هو أنا كنت عارفة معلومة إن اللي يتوفاه الله لحظة تأدية عمله يعتبر من الشهداء، دي حقيقة. وإن لم يتوفى هو لازم حضرتك يموت يعني؟ لا، ما أنا قصدي الموت بالتحديد. هو لازم مات وهو بيشتغل على الله يعني؟ لا.
شوف يا حضرتك سؤال هو هو رايح لشغله. ايوه كده الله ينور على سعادتك انت ربنا فتح عليك انا بقول لك كل اللي. ايوه كده صح. شوف يا حضرتك الموظف اللي طالع يدور على لقمة عيشه ايا كان الموظف ده حد من اسيادنا اللي بينظف الشارع حد من اسيادنا اللي بيعمل جنينه حد اللي بيساعدونا ايا كان حد من اسيادنا بيسوق حد من اسيادنا قاعد على كمبيوتر حد مدرس حد طبيب حد مهندس حد اكبر حد في الدنيا بيشتغل كل دول طالعين يجهدوا في سبيل الله رب العالمين. أول ما خرجت من بيتي أول خطوة خطيتها برا بيتي أنا الآن في سبيل الله رب العالمين. عندك دليل؟ عندي أدلة. أقول الأدلة؟ لا هناخد التليفون وبعدين أقول الدليل. مدام مجدة مدام مجدة تفضلي. ألو طب حاولي تكلمينا مرة تانية يبقى أنا هقول الدليل. أيوة كده يا ريتني ما قلت لك عشان بتقولي لا أو الخط قطع. رقم واحد شوفي المشهد الجميل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومعاه الصحابة فواحد معدي الحديث في الصحيح معدي ده ما شاء الله تبارك الله عضلاته طالعة من هدومه طول بعرض وحش معدي فالصحابة بيقولوا لو كان هذا في سبيل الله يقصدون يعني في المعارك في الدفاع عن الدين الإسلامي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع مصطلح الجهاد فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الرجل ببساطة شديدة لو خارج من بيته بيسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله لو طالع يسعى من بيته على زوجته وأهل بيته فهو في سبيل الله لو خارج عشان يدور على لقمة عيشه لأولاده فهو في سبيل الله لو خارج يدور على لقمة عيشه على نفسه ولسه متجوز بس بيكفي نفسه بيصرف على نفسه الشاب اللي لسه متجوز وطالع يدور على لقمة عيشه ممكن يكون بيدرس من جانب عشان ما يمدش ايده الله عليه لحد. الله تعظيم سلام ده مجاهد في سبيل طبعا. الله رب العالمين طب طالع بقى يتمنظر على خلق الله فهو في سبيل الشيطان يا ساتر اقول ادله ثانيه لا ما برضو ربنا لا يستر نورهان الو لا 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 بدي اقول الادله كلها عشان تيجي التليفونات انا مش هاخد تليفونات خلاص اتكلم اما اخلص الادله بعد هتلاقي كل كل الادله اللي عندي الله يسترك الحديث الثاني حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العامل اذا استعمل فاخذ الحق واعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع يا عيني على العظمه الله طب كالمجاهد في سبيل الله ان مات فهو في سبيل الله يبقى يدخل الجنة إن شاء الله طب وإن عاد إلى بيته عاد بأجر وغنيمة إيه العظمة دي لما سيدنا النبي بيسلم على سيدنا معاذ لا دي هشنا الله ينور على سعادتك فبيقول له يا معاذ ما ليديك قد أمجلتا يعني ديك خشنة ليه زي إيدين أسيادنا كده اللي بيمسكوا الفاس وبيمسكوا أدوات الصنعة والعمل الله على الإيد الجميلة دي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ديك خشنة ليه يا معاذ قال له يا رسول الله من العمل فسيدنا النبي رفعها كده وقال هذه يد يحبها الله ورسوله أخذ التليفون تفضلي خذي بقى التليفونات مدام ألاء اهلا عامله ايه الحمد لله بخير اهلا وسهلا اتفضلي انا كنت عايزه اتكلم بس الشيخ رمضان اتفضلي مع حضرتك انا كنت عايزه بس اسال على الفلوس اللي هي العوض وكده العوض الو بتسلم عليك الله يسلم سعادتك اهلا وسهلا عامل ايه شيخ الله يكبر خاطرك لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه اسال على الفلوس اللي هي العوض اللي هي مثلا ايه واحد عمل غلط وبيدفع فلوس فلوسه تبقى حرام ولا لا ولا ايه تمام حاضر حاضر عند حضرتك اي سؤال تاني؟ ما هو السؤال ده يعني ايه واحد مثلا عمل غلط ودفع فلوس مهما كان هو يعني هو اي غلط يعني الفلوس دي تبقى حرام ولا مش حرام ولا ايه حاضر حاضر تابعينا مدام الاء اتكلمت في جزئيه مهمه جدا عشان لما بيحصل اتلاف من شخص زي الحوادث اللي بتحصل فيقولوا انت هتقبل مني العوض يعني ما يصحش ان انت تقبل عوض وناس كتير تقول لا ما ينفعش ودي حاجه هتدخل على بيتك بالخراب وحاجات كده الصح فيها ايه الصح يا فندم انه الاسلام اقر العوض حتى في النفس بمعنى ايه يعني لو واحد عور حد يعالجه ويرضيه لو واحد والعياذ بالله صدم حد بسياره فمات طب ما هو في عوض اللي هو الديه فدية مسلمة إلى أهلها مفهوم الناس عن العوض مفهوم غلط مفهوم خطأ مفهوم الناس إنه ما تقبلش العوض هو أنت هتقبل العوض تقبله على نفسك وعلى عيالك وعلى بيتك أيوة طبعا إزاي يا فندم لو لم يقبل الناس العوض لاستهان الناس بحقوق الناس
الدين الإسلامي دين يحب العوض. عشان إيه؟ عشان أراضي من أصيب وأؤدب من أصاب. طبعا فهماني حضرتك؟ شفت أيوة الجملة مهمة جدا. ما هو طبعا ما هو لو ما تأدبش أيوة وخد عقابه هيتهاون، هيعملها مرة واثنين وثلاثة وكل مرة أكتر. عربية باستهانة وباستهتار خبط عربية حد فأصابها، تمام؟ ينزل يقول له لا 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 خلاص أنا مش قابل العوض، فهيمشي يصيب حد تاني. لا، إلا إذا أنا بقى مش حابب من نفسي، لكن الدين بيقول لا اقبل العوض علشان أنت مالكش ذنب في اللي حصل معاك. حد أفسد لك حاجة، حد أتلف لك حاجة، ده العوض يا فندم. في حقوق الناس المادية مطلوب حتى لو الإنسان نايم. يعني إيه في حقوق الناس؟ حتى لو الإنسان إيه؟ نايم. بمعنى إيه؟ مش أنا نايم في الفندق وبعدين بتقلب فجيت ضارب أباجورة الفندق قلبها مكسورة، الفندق هيقول لي إيه؟ ما هو لابد إن أنا أدفع فلوس. الله ينور على سعادتك. طب أنا لو نايم وقلت كلمة فيها والعياذ بالله معصية، هل يحاسبني الله؟ في حق الله ربنا لا، لكن في حق العباد لازم. حقوق العباد ده مفهوم مهم جدا. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها ما تقبلش العوض، ده أنا لازم أقبل العوض. إحنا عندنا في الفقه يا فندم باب كبير جدا جدا اسمه أرش الجناية. أرش ألف عليها همزة ره شيم، يعني عوض الجناية. حتى القاعدة الفقهية من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. ده مهم جدا. لا يا جماعة، لما حد يسبب لك في فساد شيء عليه أن يصلحه، اقبل عوضه. قبول العوض حلال، قبول العوض لا شيء فيه. العوض ما بيدخلش بالخراب زي ما الناس فاهمة، افهموا الله يراضيكم. ولو لقيت اللي قدامي مستهتر لازم اخد العوض حتى لو هطلعه في سبيل الله. ليه؟ على سبيل الزجر وعلى سبيل التأديب وعلى سبيل التعليم، لانه من امن العقوبة اساء الادب. دي نقطة مهمة. لكن انا من نفسي مش حابب اخد خلاص، لكن انت تعلم ان اخذ العوض حلال، ولو خدته فده حقك ما فيهوش حرمانيه ولا في اي اذى ليك. ده اللي عايزين نقصله. نعم، ناخد مدام سمر. مدام سمر اتفضلي. ايوه، كنت عايزه اسال سؤال بس حضرتك. اتفضلي. يعني انا على طول تعبانه، جوزي برضو يعني بيبقى على طول تعبان. بيبقى ايه؟ على طول مثلا تعبان. تعبانين بمعنى ايه؟ تعبانه. تعبانين يعني مثلا انا كشفت بطنه، كشفت عظام، كشفت كل حاجه. والدكاتره بيقولوا لك ايه؟ لا انا مش سامعه حضرتك، ممكن بس تقفي في مكان السيجنال فيه كويسه. الو، اتفضلي. يعني انا كنت بتكلم، يعني انا حتى جوزي كل شهر يعني الحمد لله بنخرج اللي في النصيب تمام وبنتزكى وبصي يعني الحمد لله. بس على طول حاسه ان في نفس فيا في جوزي في المكان ذات نفسه اللي انا فيه. مش عارفه اعمل ايه. طيب يعني اللي انا اعرفه ان بيقول لك ادعوا مرضاكم بالصدقه، فاحنا الحمد لله بنتصدق بنعمل حاجات كتير كويسه. يعني مش عارفه بصراحه يعني. طيب حاضر تابعينا. طيب هي مدام سمر فتحت جزئية مهمة جدا، عشان بعض الناس اللي بيبقى عندها بعض المشاكل اللي موجودة في حياتها ممكن توصل لمشاكل جسدية، يحسوا بألام في العظم، يحسوا انهم مش قادرين يتحركوا، مش قادرين يعملوا اي حاجة، ما عندهمش جهد لأي شيء، فيقال انه دعين او حسد. انا عارفة ان انت ما بتحبش تتكلم في الكلام ده، بس خلينا نرد كده بشكل يعني شوفي معاني. طبعا انت عارف حضرتك احنا في برنامجنا لا عندنا ولا سحر ولا كلام ولا لينا في موضوع السحر والرقية والكلام زي كده، خلاص لا نعيب على شيء، لكن ده منهجنا احنا ماشيين به. لكن انا بنصح المتصلة الكريمة رقم واحد بانه من مرض لابد من طلب العلاج، لابد ان انا اذهب الى طبيب واعمل تحاليل واعمل اشعاعات. ممكن تكوني بتروح في الاتجاه الغلط. مظبوط. يعني ممكن تكوني بتكشفي في اتجاه غلط. قد يكون. النقطه الثانيه بلاش نعلق على كل شيء يحدث للانسان بانه عين وانه ساحر وانه كذا وانه كذا، لانه ده نوع من الوسواس. تمام. في بعض الناس بتبالغ في ده، لو شوية صداع عين، لو مش عارف حصل ايه عين، لا 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 اهدى الله يراضيك. الحسد موجود، انا لا اعيب على ذلك، لكن موجود منه التحصين. رقم ثلاثة عليك بالتحصين. التحصين قائم على ايه؟ على الصلوات في اوقاتها، الاكثار من ذكر الله، اذكار الصباح والمساء، والرقية الشرعية. الامام ابن القيم يقول
الناس بحاجة إلى المعوذات أكثر من حاجتهم إلى الطعام والملابس. ما أعظم أن الإنسان يرئي نفسه، أنت مش محتاج أحد يرئيك. أذكار الصباح والمساء ورقية شرعية ببساطة شديدة، الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، مع الآيات التي ورد فيها ذكر الحسد، زي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ود كثير من أهل الكتاب ولو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، زي فسيقولون بل تحسدوننا، زي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، مع المعوذات بإذن الله حسن حصين من كل ده، مع الأخذ بكامل الأسباب وطرح هذه الأمور من العقل. صحيح. أخذ مدام يسرى. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي. مساء الخير حضرتك. مساء النور، الحمد لله، تفضلي. بعد إذن حضرتك أنا عايزة أسأل شيخ رمضان، طبعا بكلم عليه الأول، وعايز أسأله عن صلة الرحم. دلوقتي أنا بابايا ومامتي متوفيين، بس أهل بابايا مش كويسين خالص، رغم إن إحنا يعني حتى كلمناهم حتى في الميراث وراحوا واخدوه من البنك من ورانا، ورغم كده هم مش بيودونا. وكان لي موقف مع وقت بابايا لما توفى، كان وحش جدا، ما كانوش معانا خالص. دول اللي هم عمامك وعماتك يعني؟ فاحنا صراحه يعني خلاص كده، يعني احنا مش قادرين نتعامل معاهم نهائي، لان هم اصلا كمان مش بيودونا ولا حتى اولاد عماتي او كده. طب هم علاقتهم بيكوا كانت كده حتى وباباكي موجود؟ لا، كانوا كويسين يعني، كانوا في الاخر بداوا يبقوا وحشين، حتى بدا يحصل بينهم وبين بابايا مشاكل. يعني هم دايما من نوع الناس اللي هي لو انت بتعملي حاجه فهم ازاي انت عملتي كده من غير ما تقولي لهم، مع ان هم بيعملوا كل حاجه مثلا من غير ما تعرفي، لدرجه ان هم كانوا بيجوزوا اولادهم واحنا ما نعرفش. وبابايا كان الكبير وعمره ما اساء ليهم ابدا ابدا ولا مم. وده حاجه هم عند ربنا، انا مش هقول حاجه مش حقيقيه. فهل احنا كده حرام؟ لان انا حتى هم كانوا برضو مقاطعيننا، لكن لما جينا ناخد المرات انا اللي كلمتهم، علشان قلت ان ده هتبقى حاجه في رقبه بابايا، مش هقدر اخليه حاجه زي كده يعني معلقه. عمامك وعماتك ورثوا معاكوا؟ انتوا بنات بس؟ احنا بنات، 4 بنات. طب هم مقاطعينكم؟ مقاطعين في خصام يعني؟ بعد ما خدوا الورث؟ بعد ما خدوا الورث. حضرتك خدوه من ورايا. انتوا بنات بس يعني، بنتين او 3 بس؟ احنا 4 بنات. 4 بنات، واعمامكم الذكور الرجاله ما بيسالوش عليكم؟ لا خالص. طب انتوا عملتوا ايه عشان هم يقطعوكم؟ والله العظيم ربنا يشهد احنا ما عملناهمش حاجه خالص. طب كان في مشاكل بينهم وبين والدك؟ خالص. لا يعني بابا عمره ما اساء اليهم، ورغم كده يعني يوم العزاء، يوم ما بابايا توفى، يعني لما عرفوا من جوز بنتها، جوز بنت عمه يعني، ورجع كلمنا قال لهم العمه منهم قالت خليهم يتصلوا بينا واحد واحد يبلغونا بالوفاه. فقال هو انا في ايه ولا في ايه يعني تعالي طيب حتى سلمي على اخوك الاخر مره. يبقى اكيد في امور بالظبط. طب حضرتك السؤال ايه بالظبط يا استاذه يسرى؟ احنا كده حرام ان احنا اللي ما بنتكلمهم. طب انتوا حاولتوا تكلموهم وهم رفضوا؟ انا بقول لحضرتك كلمت عمي، بلغته ان هم ليهم ميراث وكان عندهم مشكلة في البنك عشان ما كانش عندهم حساب. فقلت له طيب أنا خلاص هعمل لكم الحاجة وهبلغ حضرتك. فجالي كورونا، بس كنت بكلمه في الفترة دي. وبعدين لما خفيت نزلت البنك، اكتشفت ان هم اخذوا الفلوس من غير حتى ما رجع يكلمني يقول لي يلا خلاص ما تنزليش. احنا اخذنا ان عليها ذنب ولا لا؟ طيب حاضر. تبين يا مدام يسر. طب هي بتتكلم على انه هم دلوقتي خلاص هم مش قادرين يتعاملوا مع عمامها وعمتها، وانه هم مقاطعينهم، وانه هل ده هيبقى فيه حرمانيه ولا لا؟ هستأذن حضرتك، هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أمة الله. أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك ممكن أكلم الشيخ رمضان؟ تفضلي مع حضرتك. حضرتك الشيخ رمضان لو سمحت، أنا متزوجة ومعي 3 أطفال هم كبار مش صغيرين، بس انا زوجي كان بيكلم واحده يعني انا كلمته وجهته فاعترف ان هو بيحبها وكلام من ده، ورجع بعد كده حصل مشاكل بيناتهم طبعا والموضوع ما تمش، ورجع دلوقتي بيقول ان هو خلاص ومفيش حاجه، بس هي ما زالت اي مشكله بتحصل معاها بترن عليه وبتكلمه، وانا مش قادره اتقبل الموضوع ومش مرتاحه ومش عارفه اعمل ايه. هل الكلام وصل الى التجاوز؟ هو كان هيتجوزها مش كده؟ وبعدين اختلفوا مع بعض فلغى فكرة الجواز، سايب بتكلمه كل ما بتقع في مشكلة بتكلمه، هي كل ما تقع في مشكلة بتكلمه، فأنا مش متقبلة الوضع ده مش عارفة أعمل إيه. وهي تزوجت مش كده؟ بس ما زالت بتكلمه. حدود الكلام إيه؟ الله أعلم. تمام. طب أنت متأكدة من المعلومة؟ اتكلمت مع زوجك؟ هي واجهته وهو قال لها. مش كده؟ مش أنت واجهتيه؟ أيوه يا فندم. وقال لك إيه؟ وعلى فكرة هو متدين جدا، بس مش عارفه هو الموقف ده ايه. تمام. طيب حاضر تابعينا. طب خلينا نجاوب الاول سؤال مدام يسرى. مقاطعتها لعمامها والمشاكل اللي هي ممكن تكون حاصله، اكيد في امور احنا ما نعرفهاش. اي الله ينور على سعادتك. حضرتك انت عارفه احنا عاملين منهجنا هنا في البرنامج لابد من سماع الطرفين، الله يسترك، ده رقم واحد، لكن نحن لا نكذب أحدا. المتصلة الكريمة احنا مصدقينها وعارفين انها بتتكلم بحق عشان تصل الى الفتوى، يبقى رقم واحد احنا برضو محتاجين نسمع الطرف الثاني. طب رقم اتنين، الكلام العام، القرآن امر بصلاة الارحام وقال ان قاطع الرحم ملعون، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. وربنا بصلة الرحم ان احنا نصل من قطعنا. بالضبط. ما هو الصلة لها درجات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني صلة بصلة، زيارة بزيارة، هدية بهدية، ده نوع صلة وصلة رحم، لكن الأعلى منها أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. طب رقم ثلاثة، أنا مش قادر على ده لأن الرحم مؤذية ورحم سيئة ورحم لا يأتي من ورائها إلا الشر، عندها يجوز الهجر الجميل والاعتزال الجميل بلا قطيعة وبلا شحناء وبلا خصام وبلا بغضاء. في المناسبات بنتواصل، عند اللقاء بنتكلم، لكن كل واحد في حاله من غير شحناء ولا بغضاء إذا كانت رحم لا يأتي من ورائها إلا الشر. أخيرا، إذا كان هناك الهجر مشتمل على شحناء وبغضاء وخصام الكل مذنب. نعم. طيب ناخد السؤال التاني بتاع أمة الله، موضوع أنه جوزها بيكلم واحدة وهي أنا اتفاجئت أن هي بتقول أن هي اتجوزت، فبرضو الواحد بيستغرب يعني إزاي واحدة تبقى متزوجة ومعها جوزها وتروح تكلم واحد تاني عشان يساعدها. ده من أكبر الأخطاء، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه حديث النساء من مصايد الشيطان فاجتنبوه أيا كان وسيلة الحديث، ما لم يكن طبيب والست بتعرض عليه شيء أو سؤال في حدود مهنته أو تخصصه فقط، إنما ما عدا ذلك هي في مشكلة فبتفضفض معها، هذا لا يجوز شرعا. هل تقبل ذلك على زوجتك؟ هذا لا يجوز. ولا أصل الكلام بانضباط، ما هو النهاردة بانضباط بكرة من غير انضباط، فلا لا يجوز شرعا. وينبغي على المتصلة الكريمة أن تتناول الأمر بهدوء، يعني من غير عنف، من غير خطأ، من غير شدة، بالراحة وبهدوء، وتتكلم مع جوزها واحدة واحدة وتدي فرصة لزوجها أن يتغير وأنه يمنع هذا الأمر، لكن لا يؤدي هذا إلى أنها تزعل من جوزها، ولا يؤدي هذا أنها تسيب بيتها، ولا يؤدي هذا أنها تخرب بيتها، لأنه الأمر بسيط إن شاء الله وسهل علاجه.
هو جميل اننا نحلم، يعني ما فيش حد بيمنع حد من انه يحلم انه يكون حاجة معينة، انه ينجح في شغله، انه يتفوق في شغله، انه يكبر في شغله وفي عمله ويجتهد فيه. والناس اللي بتقعد بقى ايه زي ما بيقولوا كده بيكسروا المقاديف، اللي هو انت متخيل ان انت هتوصل اللي انت عايزه ده بعيد قوي، وانت هتقدر تعمل ده ازاي، ده عشان تعمله محتاج حاجات كتير قوي. لكن احنا بنقول لما بيبقى عندنا حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى ويقين ان العمل اللي احنا هنقوم بيه ده عمل هينفعنا وينفع غيرنا وينفع بلدنا وينفع حياتنا واسرتنا، بنجتهد على قد ما بنقدر وبناخد بالاسباب ونعمل اللي احنا نقدر عليه عشان خاطر نوصل لتحقيق حلمنا. الدين خطوتان، خطوة للعبادة وخطوة للعمل. حلو ده قوي. خطوة للعبادة قم الليل إلا قليلا، وخطوة للعمل قم فأنذر. والاتنين قم، طريق القمة قم، اسمها قمة، شيل التاء المربوطة بقت قم وليس نم من المأسورات. طريق القمة قم وليس نم، لأنه من أكثر النوم سبقه القوم. طبعا خليك قاعد مكان، نام يا سيدي، نام زي ما انت عايز تنام، والدنيا مش هتستناك. ألنهض وسير في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. ولو اديت ودنك في بق الناس والله ما هتتحرك من مكان. خطوة. وافتكر جحا وابنه والحمار مش هيسيبوا حد في حاله. لم يسلم رب العالمين من كلامهم، ولم يسلم نبي من كلامهم. لما عملوا مسابقة للضفادع، جابوا الضفادع، قصة رمزية كده، جابوا الضفادع وقالوا احنا هنعمل مسابقة مين الضفدع اللي تصل الى القمة عشان ندي لها الكاس وتبقى هي البطل. تمام، اترصت الضفادع، الحكم صفر، بدأت المسابقة، الناس واقفين، المشاهدين والمتفرجين، بل الجبل عالي قوي مش هتقدروا. فمن البداية بعض الضفادع قعدت، لا 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 انا مش هقدر، لا ده الجبل بعيد قوي، يبصوا للمشوار فيلاقوه طويل فيقولوا ايه ده. لانه الناجح لا تنتهي افكاره، صحيح، والفاشل لا تنتهي اعذاره. حلو قوي زي جدا. الناجح لا تنتهي افكاره، لو اتقفل باب عنده 100 باب هفتح والله، ما يا ناجح يا ميت ما خلصان. إنما الفاشل لا تنتهي أعذاره، أصل الدنيا، أصل إيدي وجعاني، أصل رجلي وجعاني، أصل الدنيا حر، لا أصل مش عارف إيه، أصل مش هقدر مش هنخلص. في ضفادع من البداية استسلمت، وفي ضفادع بدأت تقاوم شوية وبعدين بدأت تستسلم. الناس المكان عالي مش هتقدروا، هتموتوا، لدرجة إن فيه بالضبط، هو لما تسمع كلام الناس مش هتتحرك، لدرجة إن في ضفادع وقعت من النص فماتت، وفي ضفدعة واحدة بس ولا سألة، وحش ماشي، وحش طالع 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 لحد ما وصلت إلى القمة وحدها. بيعملوا معاها البرنامج، بيعمل معاها لقاء. فإيه السر في نجاحك؟ أنك لا تسمعين الناس، ما بتردش، كلموها تاني ما بتردش، طلعت صماء ما بتسمعش. فلما ما تسمعش كلام الفاشلين تنجح. لقصة حلوة. والله أوي. تجدد الأمل، هيا إلى العمل، احلم وهتصل الى حلمك. ما نحن فيه من التقدم كان حلم. طبعا. الساعة اللي في ايدي دي كانت حلم، الموبايل اللي في جيبنا ده كان حلم، الفضائيات دي كانت حلم، الانترنت دي كان حلم. ما نحن فيه من واقع حلم بالنسبة للسابقين. صحيح. واللي ملوش حلم مش هيحقق شيء. احلم وانطلق، بس مش تحلم وتنام. ما تدورش على حلمك في تفسير ابن سيرين، لما أمة كل أحلامها في كتاب تفسير ابن سيرين المزور، يبقى أمة نائمة، أمة مغمى عليها. لكن نحلم إن احنا هنكون أحسن دولة ونصل إن شاء الله، نحلم إن احنا بإذن الله هنكفي نفسنا اقتصاديا واجتماعيا وكل شيء، هنصل بإذن الله. صحيح. ما تحلمش أو ما تتكلش على أحلامك اللي انت بتحلمها وانت نايم، احلم وانت صاحي عشان تقدر تحقق حلمك وشوفه قدام عينيك. ناس كتير جدا احنا كنا بنشوف ان هم من وجهة نظرنا احنا لا ده ضعيف ما يقدرش، فتلاقيه فجأة بقى حاجة. طبعا. وبقى حاجة مع الإصرار ومع التعب. ومفيش حد بيوصل لحقيق حلمه وهو قاعد مكانه أبدا. الاجتهاد والعمل والمصابرة والسعي والأخذ بالأسباب وحاجات كتير جدا هي من عوامل النجاح والوصول للحلم. ومهما كان العمل قليل، لو جبنا صخرة ضخمة جدا قوية جدا وجبنا حنفية هتنقط عليها نقطة مية فقط، مع طول المدة
نقطة المية هتقسم الصخرة. يبقى إنه الطلب الإصرار إنه الاستمرار إنه الطلب. الحبل المتدلي في البير مع حركته على الصخرة بيعمل مكان للإصرار والاستمرار. اطلب واستمر في الطلب واعمل. احنا محتاجين نعمل. أمتنا بلدنا وطننا محتاج العمل. أنا محتاج أشتغل والناس قاعدة طبعا يا فندم. أنا محتاج أشتغل عشان أبقى أحسن واحد، ومحتاج أشتغل عشان وطني يبقى أحسن واحد. الأمم اللي تقدمت تقدمت بالعمل، وإحنا مش أقل من غيرنا خالص. كل ما فيش أمة تقدمت إلا بعمل ليلا ونهارا. واللي مش هيعمل والله الدنيا ما بتجامل حد. لما حصلت مخالفة من الرماة في غزوة أحد الدنيا ما سميتش على حد. الدنيا لا تسمي على أحد. الدنيا مبنية على السنن الكونية. اللي هيشتغل هيلاقي. صحيح. اللي عايز يبقى غني يشتغل. اللي عايز ينجح يذاكر. اللي عايز ينجو في المية ليتعلم العوم. فالدنيا كده. اعمل اشتغل ليلا ونهارا. واصل واتعب وربنا هيديلك. صحيح. وربنا هيبارك لك. ده انت بتعمل وانت عارف ربنا. غيرك بيعمل وهو لا يعرف الله ومع ذلك بيلاقي. ليه؟ لان الدنيا مبنية على السنن الكونية. احنا عملنا سبب في غفران الذنوب. احنا العمل سبب في دخول الجنة. احنا العمل سبب في رضا ربنا سبحانه وتعالى. احنا العمل كأني مجاهد في سبيل الله رب العالمين ومكسب بقى اجر واجرة. فاعمل ليلا ونهارا. ولو اتقفل اي باب ربنا يفتح لك بدل الباب ثلاثة. وقد يغلق الله عليك باب لانه يريد ان يفتح لك اثنين. صحيح. ولو قفل لك اثنين يريد ان يفتح لك اربعة. وشايف ان هو لو فتح لك الباب ده مش هيكون فيه الخير ليك. هقول لك حاجة مهمة ولا هنطلع فاصل؟ لا قول لي حاجة مهمة. مش هطلعك فاصل ولا هاخد تليفون. لما ربنا يقفل باب احفظ ده. ده من اكبر الامور للأمل والعمل. اسمع، لو قفل باب هيفتح لك اتنين، وان قفل اتنين هيفتح اربعة، وان قفل اربعة هيفتح تمانية. اسمع مني جيدا. الجنين في بطن امه بابه للرزق والحياة والدنيا كلها. الحبل السري باب واحد. فاذا اتولد اتقفل الباب ده فربنا يفتح له بابين ثديين يشرب منهما لبنا وماء باردين في الصيف حارين في الشتاء. ثم يستمر على ذلك سنتين. فإذا الفطم اتقفل البابين فيفتح ربنا ليه؟ لما قفل بابين يفتح له أربعة، مطعومين ومشروبين. المطعومات كلها الحلو والحادق، والمشروبات الماء وكل المشروبات. طيب يستمر على ذلك عمره كله، كل عمره. فإذا مات الإنسان ربنا بيقفل الأبواب الأربعة ويفتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يا رب. الله. تجدد الأمل، هيا إلى العمل. فضلت شيخ، وإحنا بنتكلم عن العمل والاجتهاد والمصبرة والسعي وراء رزقنا في الدنيا، لابد أننا نتكلم عن أعمالنا الصالحة وأجرها وثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله رأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. طب يا رسول الله إن لم يعمل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال إن لم يستطع؟ قال يأمر بمعروف وينهى عن منكر. قالوا إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر. فلابد منك تعمل. إنما الإنسان ما يعيش شيء لا يعيش سبهللا، لا في عمل خير ولا في عمل دنيا. انت عايش بتعمل ايه؟ زي ما مصطفى صادق الرافعي قال كده، قال اذا لم تزد شيئا على الدنيا كنت انت زائد على الدنيا. يعني انت اذا لم يكن لك بصمة ولا لك اثر في هذه الحياة الدنيا يبقى انت زائد على الدنيا، لانك مكلفها اكل وشرب ونفس وهوى وانت لا تزيد. وانت بتعملش حاجة. بالضبط. فاحنا محتاجين لا نعمل 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 لله، ثم نعمل لأنفسنا، نعمل للدنيا، نعمل نشتغل ونعمل ونتصدق. كل عمل لابد من ده. احنا بنحرك نفسنا. عجبني مقال كان كتبه حد بيقول وضعت السكر في الشاي ونسيت أن أحركه وشربت منه فإذا الشاي مر لأني لم أحرك السكر. مرارة الشاي لا تعني أن السكر مش موجود. السكر موجود لكن يحتاج من إيه؟ من يحركه. كذلك الخير والحب موجود في نفوس الناس لكن يحتاج من يحركه. صحيح. الله، حركوا ده، حركوا الخير في داخلكم، حركوا الحب. أحب قوي الأمثلة اللي أنت بتقول. أصلا أنا بحب علم النفس وبقرأ فيه كثيرا، وبحب موضوع ما يسمى بالتنمية البشرية. بحب ده قوي لأنه بيقرب المعلومة. فالسكر موجود، إحنا حركناه. حرك جواك الخير، حرك جواك الحب، مش جواك بس، جواك وجوا غيرك.
وحركه جواك واعمل بيه، مش تقول انا جوايا خير بس انت قاعد مكانك ما بتطلعوش او ما بتعملش حاجه. الله ينور عليك. ما هو انت لو حركت الخير وبدات تستعمله مع الناس هتحس بطعم الحياه. صحيح. وطعم حلاوه الحياه، زي ما حركت السكر فحسيت بحلاوه الشاي. وانا مش عايزك انت تحرك الخير جواك انت بس، ده انا عايزك تحرك الخير جواك وتساعد الاخرين. علشان كده ستيفن كوفي في كتابه العادة الثامنة، ما هو عامل كتاب اسمه العادات السبع للناس الأكثر فعالية، عمل كتاب لوحده اسمه العادة الثامنة أكبر من كتاب العادات السبع. عارف حضرتك العادة الثامنة هي ايه؟ عادة واحدة بس، اكتشف صوتك الخاص بك وساعد الآخرين في اكتشاف أصواتهم. يعني شوف انت متميز في ايه واشتغل على ده. الله ينور ونميه. فانت شوف ربنا فتح لك في باب الخير ايه. انا ربنا فتح لي باب الصدقة، اشتغل وشد حيلك وعلم الاخرين. انت ربنا فتح لي باب جبر الخاطر، اشتغل واجبر خاطر الناس وخد ناس معك تجبر الخاطر. ما تشتغلش لوحدك، كن دايما طاقة نور، حرك الخير جواك وساعد الاخرين ان يحركوا الخير في داخلهم. عندها انت بقيت طاقة نور حواليك، عندها انت بقيت وليس الانبياء. الله يجبر خاطرك، بقى لينا دور. صحيح. بقى لينا قيمة. هو الانبياء ربنا بعتهم ليه؟ علشان يبقوا نموذج للخير قدامنا ويساعدوننا. ايوة نتعلم منهم، عشان كده احنا نمشي على ده. ولذلك لما ربنا امرني بالخير ما قاليش بالفعل بس، ده مش معايا درجة درجة، مش معايا اربع درجات في فعل الخير. الدرجة الأولى اعمل الخير، حاضر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى أول درجة اعمل إيه؟ افعل الخير، حاضر. عملت الخير، بقيت متقن لعمل الخير، بس لا، اطلع بقى الدرجة اللي بعدها. أنا محتاجك تسارع، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. تحرك بسرعة. الله، طيب بقيت أسارع في الخيرات. قال لي طب وأنت بتسارع في الخيرات هتلاقي غيرك بيسارع معاك. اسبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال تعالى فاستبقوا الخيرات. يبقى كأن المسارعة عند البدء وكأن المسابقة عند التنافس. ولذلك ربنا جمع الاثنين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أدي الدرجة الثالثة، سرعت وسبقت. أيوة يا رب، لا، إن وصلنا لدرجة تعلم الناس الخير. مش تعمل الخير بس، مش تتصدق فقط في جمعية البر والتقوى، لا، ده انت وانت رايح تتصدق هات جارك معاك، كلم صاحبك يجي معاك، كلم حبيبك يجي معاك. حب الخير لغيرك زي ما انت حبه لنفسك. طبعا. دل لغيرك على الخير. يا عيني، قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ما قالش يعملون الخير. لا، ده انت وصلت إلى درجة انك بقيت معلم الناس الخير. كلمة حلوة تقولها تكبر بخاطر حد، كلمة جميلة كده تطيب خاطر حد، واحد زعلان من زوجته فطيبت خاطره عليها، واحد مش عارف يتصدق ازاي، شاركت في عمل خير. طبعا. واحد بيسوق او بيتكلم بطريقة مش كويسة على جمعية على مكان وانت تعلم الحق قوله. عارف حضرتك ان ده بيؤدي الى اجر غير عادي. اقول لحضرتك الاجر، حديث خطير، حديث حلو قوي يا استاذ لمي. تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي حضرتك، إن الله وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. ربنا والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل حتى الأسماك في البحار بيصلوا وبيدعوا ربنا ويستغفرون الله لمين؟ للي بيعلم الناس الخير. إحنا ديننا دين الخير. صحيح. ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. صحيح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحضرتك بتقول حرك الخير جواك، في بعض الناس تقول لك أنا عايزة أعمل حاجة، أنا عايزة أتصدق، أنا عايزة أساعد الناس، بس ما عندهمش الطرق اللي توصلهم للناس اللي ممكن تكون تستحق. وفي بعض الناس بيتحروا الدقة جدا إن الشخص ده هو فعلا يستحق الصدقة بتاعتي ولا لأ. يمكن لما تعرفت على جمعية البر والتقوى، أنا شخصيا اتعرفت على ناس وشفت نماذج وشفت مشاكل وشفت ابتلاءات عند ناس أنا ما كنتش أعرف حاجة عنها وما كنتش أتخيلها وما كنتش أتخيل إنه في ناس ممكن يكونوا عايشين
عايشين بالشكل بالصورة ده دي. وكنت كل ما اشوف حد اقول لا بقى ما فيش اكتر من كده، فتلاقي اروح للي بعده الاقي اصعب، اروح لمنطقه تانية الاقي اصعب واصعب، اقول الواحد ما كانش عايش في الدنيا. ده صحيح. عشان كده يمكن بنقول احنا من خلال الجمعيه بنشوف النماذج دي وبنقدر نتاكد بالفعل ان هم فعلا ناس يستحقوا، وبنشوف الصدقه اللي احنا طلعناها بعد كده بعد ما تصل للناس اللي تستحقها اللي هي بالفعل هي حقهم اللي موجود عندنا الصدقات، لانه اكتر حاجه بيبقى الانسان محتاج لما بيموت انه يرجع تاني عشان يتصدق لعظم اجر وثواب الصدقه. ومن اعظم الصدقات محطات التحليه ووصلات الميه، لانها من اعظم الزكوات الجاريه ومن اعظم الصدقات الجاريه. يعني واحنا بنتكلم عن الابار او محطات التحليه أو وصلات المياه، في برضو اعمال تانية ومشاريع تانية خاصه بجمعيه البر والتقوى، واللي احنا دايما بنتكلم عنها صيف وشتاء. نعم. وهي امان ودفى، وفكره الدفى مش بس هو الغطاء، الدفى بمعنى الستر، وانه يبقى عندنا سقف يحمينا، عندنا اربع حيطان، عندنا باب بيتقفل علينا ساترنا احنا واولادنا واهل بيتنا. هو الامان والدفى المشاعري قبل المادي، المعنوي قبل المالي. الأمان والدفى في حسن أسلوب وإدارة ومعاملة الناس في جمعية البر والتقوى لأسيادنا الفقراء، هم فعلا أسيادنا وعلى رأسنا، ولما يجي يتعامل معهم بيتعامل على أنهم رزق من الله عز وجل، وأن هم لهم حقهم علينا. احنا بندي لك حقك ما بندي لكش حاجة، والفلوس اللي في جيبي دي ما نش عارف رزق مين عند مين. صحيح. فأمان ودفى معنوي قبل أن يكون مادي. كمان أمان ودفى مشروع كبير جدا جدا صيف وشتاء طوال الوقت، إعادة تأهيل البيوت وتسقيف البيوت وقوافل الخير اللي بتعملها جمعية البر والتقوى وصلات المياه والبطاطين اللي بتوزع والقوافل العلاجية، كل ده يدخل في أمان ودفى. مبادرة عظيمة جدا، حتى اسمها حلو، دفى مشاعر، دفى أسلوب، دفى قضاء الحاجة، دفى جبر الخاطر، دفى تنسير. هو كمان الجميل في الجمعية واللي أنا بعتبرها أنها مسؤولية كبيرة جدا عليهم، لما بيروحوا يشوفوا بعض البيوت وأهل البيت يقولوا إحنا محتاجين سقف، لأن هو كان بيبقى بالنسبة لهم كله طمعانين في الحماية اللي هو سقف بس يحميهم. لكن الجمعية لما بتشوف حال البيت كله، لو استدعى أنه البيت يتهد ويبدأوا يبنوه من الأول جديد، لأنه أحيانا الحوائط ما بتبقاش ينفع يتبني عليها سقف أساسا هتقع، فبيعيدوا البيت كله من الأول وجديد. لا، وكمان بيجيبوا لهم الفرش والأجهزة. صلي على سيدنا النبي، ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.